واي واي قاسم قاسم حطه بالجول طاف الكوتشي طاف الدماء اللي طوفه يا كوتشي بعقل بعقل يا فتحي والله بعقل قصة هدف مشعل حميد. التنافس الكروي بين القادسية والكويت الذي نشهده بينهما خلال السنوات الأخيرة ليس وليد الصدفة، بل يعود لبداية انطلاق دور الكرة مع بداية الستينيات، ووصل ذروته خلال مرحلة الثمانينيات وقبلها السبعينيات، لما يضمه الفريقين من نجوم مؤثرين وخصوصا في خط الهجوم. لذا كان من النادر أن تنتهي أي مباراة جمعت الكويت والقادسية بالتعادل السلبي. وخلال مباريات القطبين برز العديد من اللاعبين، ومن هؤلاء لاعب نادي الكويت مشعل حميد الظفيري الذي يملك إمكانات فنية جيدة يسخرها لصالح فريقه، وخصوصا عندما يشارك أمام القادسية. حول أجمل أهدافه التي لا ينساها موسم 2007-2008 ستكون قصة هدف على لسان من سجل ذلك الهدف الغالي. بتكلم عن هدفي ضد القادسية في الدوري العام 2007-2008. طبعا الهدف هذا له ذكرى جميلة في حياتي ما أنساه، ولا أتوقع أني راح أنساه طول حياتي، ولا الجماهير اللي كانت تشجع نادي الكويت في ذلك الأيام أنها تنساه. طبعا راح نبدأ من بداية الموسم اللي هو معسكرنا كان في ألمانيا. معسكر كان جميل، حشتني إصابة بسيطة في المعسكر وما لعبت. أول كانت في تجريبية في المعسكر، الأولى ما قدرت ألعب، الثانية نزلت في آخر ربع ساعة، الثالثة لا الحمد لله بديتها من البداية. فبديت الموسم شوي في عوارات، فبلشنا الدوري. الوضع كان الحمد لله الفريق ماشي، الفريق كان في تطور من أحسن لأحسن. كان في قيادة الكابتن الهولندي ويليام، وكان مساعد أخونا محمد عبد الله الله يذكره بالخير. طبعا كانت في ظروف في هذا الموسم ان الكويت ممكن كان مو محقق الدوري ممكن 7 مواسم إلى 8 مواسم. طبعا هدفنا في كل مكان، هدف اي لاعب انه يكون يحقق الدوري العام. الدوري العام هو واجهة الدوري في الدولة. طبعا حققنا احنا الحمد لله حققنا الدوري العام في هذا، بس خلنا اقول لكم شلون حققنا الدوري. طبعا كانت مباراتنا ضد القادسية مباراة مفترق طرق، مباراة صارت فيها احداث كبيرة اللي هي الاحداث. طبعا تأخرنا في هدف اول 10 دقائق، عادلنا في هدف، صار في طرد للاعب القادسية اللي هو اخوي حسين فاضل، تقدموا علينا في هدف ثاني، انتهى الجيم الاول 2-1 حق اخواننا في نادي القادسية. فبين الشوطين صارت حادثة طرد لاعبنا وليد علي بين الشوطين. طبعا دشينا الشوط الثاني احنا عازمين الفوز، غير الفوز في هذه المباراة ما راح ناخذ الدوري. طبعا الحمد لله توفق اخوي فهد عوض. طبعا نسيت ما قلت لكم الشوط الاول صاحب الهدف وليد علي اللي انطرد بين الشوطين، صاحب الهدف الثاني فهد عوض. 2-2 الدقيقه. طبعا احنا 10 لاعبين واخواننا في نادي القادسيه هم 10 لاعبين.
طبعا في الدقيقة 81 الكرة كانت عند أخوي فرج على الخط. طبعا توقعت فرج أنه راح يلف ويلعبها. فرج لف ولعبها حق جراح. جراح خلاص توقعت أنه راح يلعبها حقي أنه ما في أحد قدامه إلا أنا. لعبها حقي. طبعا واجهت أخوي، طبعا هذه قصة الهدف، واجهت مساعد ندى طبعا من المدافعين الكبار، من المدافعين اللي لهم ثقل في الكويت. وخرتها عنا يمين، اخوي نواف المطيري كان على يميني، هوشت اول مره، وخر نواف، طبعا واللاعب عبد الرحمن المسعد كان قدامي، هوشت ثاني مره، وخر مساعد عبد الرحمن المسعد، كان احطها بالزاويه. طبعا الهدف هذا كانت فيه احتفاليه جدا جدا ما انساها طول حياتي، اللي هي طبعا ركضت بشكل جنوني وحركات، ممكن راح تشوفون الهدف. فاتوقع الموسم هذا كان من افضل مواسم حياتي، الموسم اللي ما راح انساه طول حياتي. حققنا فيه الدوري بعد مده طويله من كنا اخفاق في الحمد لله. في هذا الموسم حققنا الدوري، لعبنا طبعا الدوري، خذيناه فاصله ضد اخواننا في كاظم، لعبنا مع كاظم وفزنا عليهم 2-1. وطبعا الحمد لله بعد مباراة الغاتسية كانت مباريات كلها فوز، ما تعثرنا ولا مباراة لمباراة الكاظمة، لعبنا معاهم تعادلنا في النقاط في الموسم هذا، ولعبنا في الصالة وخذينا الدوري. فمثل ما انتم عارفين يعني الهدف في هالمباراة خاصة له طابع خاص، هدف ممكن انه يرفعك فوق وممكن انه ما يرفعك فوق. طبعا اذا ضد الغاتسية فريق كبير، طبعا اي واحد او اي لاعب بيقول على الغاتسية، طبعا بحكم الجماهير الغاتسية والعربي بالكويت، اي هدف ضدهم راح يعرفونك الجماهير. طبعا هالهدف انا كنت اتمنى ومتوقع أني راح أسجل في هذه المباراة. طبعاً إخواني في نادي الكويت اللي هو وليد علي وفهد وإبراهيم شهاب وحسين حاكم، طبعاً اللي هم ولا كسورهم بالربع الباجي، اللي هم كانوا مغربين لي، كانوا يعطوني دافع قبل المباراة، مش على المباراة هذه بتسجل، المباراة هذه إن شاء الله بتسجل، المباراة راح إن شاء الله أنت اللي بتحسمها. طبعاً الحمد لله دقيقة 81 صار فيه الهدف وانحسمت المباراة حقنا، فزنا في المباراة 3-2 ووصلنا حق تصدر الدوري وخذينا الدوري فيها. طبعا بعد الدوري هذا يلا لك الحمد، نادي الكويت على قولتهم من بطولة لبطولة، كل سنة قاعد ناخذ بطولة بطولتين، موسم اللي وراه خذينا بطل الدوري مع الكابتن رادان وكاس ولي العهد، والحمد لله. يعني ظروف الموسم كانت حلوة، كان اللاعبين كلهم على قلب واحد، اللاعبين كلهم كانوا مجتهدين من بداية المعسكر، وإحنا قلنا إن شاء الله أن عازمين أن كنا ناخذ الدوري، ويلا لك الحمد يعني خذينا فيها الدوري العام وتوفقنا. طبعا في حادثة ما قلتها لكم، اللي هي قبل الهدف بيوم جتني الوالدة الله يحفظها ويخليها لي إن شاء الله، قالت لي إن شاء الله اليوم بتسجل هدف. قلت لها اكيد يما، قالت لي ماكس روح وانا داعيت لك، والحمد لله توفقت. هذا بفضل الله وفضل الوالده بعد الله سبحانه وتعالى، اللي هو حققت فيه الهدف وخذينا الثلاث نقاط. وطبعا من لا، والهدف من اجمل اهداف حياتي، الهدف اللي ما راح انساه طول حياتي، وين ما اروح راح اكون فخور فيه ان شاء الله. توصل إلى جراح، جراح يلعبها عرضية وخطرة مشعل ويحطها بالجول، الله! مشعل قلت لكم لاعب خطر، مشعل من بداية المباراة
يعني يعدي ويختار زاوية صعبة على القادسية ويسجل في الدقيقة 37 هدف لنادي الكويت بمنتهى الذكاء ولا يستعجل فيها. شاف وتأنى وشاف الزاوية وحطها بالمرمى في دقيقة 37. إذن مشعل وعادة شوف جراح صلح له كرة صح. مشعل شوف أخذ وضعه ما شاته بس شاف المرمى التفت شفت شلون التفت واختار الزاوية الصعبة. شوف شلون طالع المرمى شوف ارتفع رفع راسه شايف شوف ولعبها وصعبة صعبة في الدقيقة 37 إذا تقدم الكويت بعد ما كان متأخر الكويت الثين لا شيء. هذه بالسبعينات كانت الكويت متقدم الثين القادسية نهاها 3-2 في السبعينات وتذكرونها ناس كثار وكثير. إنما الآن الكويت ردها على القادسية يقول أنتم اثنين وإحنا ثلاثة. الكويت يقولون إحنا ثلاثة